السلام عليكم ورحمة الله ازيكم يا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله كده يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم آه بس يا ريت بقى لو اول مرة بتشوفيني آه ما تنسيش تنزلي تعملي اشتراك من كلمة اشتراك اللي تحت باللون الاحمر وكمان تفعلي زرار الجرس على الاول او على الكل عشان اول ما نزل فيديو جديد يوصلك مني باشعار كمان لو عجبك الفيديو حطي لي بقى لايك عليه وكمان ما تنسيش تعملي فولو على الانستجرام هتلاقي لينك تحت في الديسكريبشن بوكس ويلا بينا بقى كده نبدا اليوم اليوم بصراحه كان من بدري قوي بدأته معاكم عايزه اقول لكم والله انا كان نفسي ان انا ما اتاخرش عليكم بعد العيد بس كان غصب عني انا يمكن من قبل العيد كمان وانا غبت كده بس كان غصب عني والله مش بايدي خالص انتوا عارفين بقى زحمه العيد وانا عايزه اقول لكم العيد كله انا قضيته اصلا في البيت و... وكنت نايمه ما عملتش حاجه تقريبا في العيد وما رحتش في اي مكان بس الوقت اخدني واتاخرت في فرش الشقه يعني يمكن انا فرشه يوم الوقفه بالليل اهم حاجه ان الواحد بيقعد بعد تنظيفه العيد دي شويه كده بيبقى محافظ على نظافه البيت يعني حبه كده فالمهم بقى تعالوا ندخل في الروتين بتاعنا بصوا بقى البراد القمر ده هو بايركس كده وليه الغطاء اللي هو الخشب ده البراد ده انا والله وانا يعني بعمل الشقه والله العظيم انا كنت ناسيه انا يعني جايباه يمكن من الشتاء من شهر 12 ولا حاجه وكنت شايلاه وناسياه خالص خالص هو ترند كده طالع بقاله فتره في منه الشكل ده وفي منه الاكبر بس الاكبر بقى مش يعني تحسوه اطول شويه أه حاجات كتيرة قوي جبتها وما ما شاركتهاش معاكم بس ان شاء الله تبقوا يعني الحاجات بقى اللي هتبقى جديدة في الفيديو هقول لكم ان هي جديدة بس المهم هنا كنت بقول لكم ان في تنظيفات العيد كان المج ده عندي زيه بالظبط بس كان عندي زيه اسود يعني كنت بحبه قوي صراحه بس في التنظيفات وكده اتكسر ف استخدمت بقى ده كده مكانه قلت بقى النهارده طالما طلعت البراد ده يعني هوريه هشاركه كده معاكم وهعمل بقى فيه الشاي بلبن بصراحه اول مره اعمله بالطريقه دي يعني على النار كده إيه بس فقلت بقى هجربه بصوا كمان الاستيكر بتاع البوتجاز ده برده جديد ده كان جلد كده وكنت جايباه من بنوته على الانستجرام البيج بتاعتها اسمها دينس جاليري إيه بس هو حلو قوي بصراحه والماتيريال تقيله جدا وحلو قوي قوي يعني عايزه اقول انا بغسله زي بالسبونج كده مش بيبقى فيه اي حاجه بس كده وعملت بقى الشاي بلبن حطيت جبت بقى المج وحطيت بقى كده الشاي بلبن و بس وقلت بقى هفطر الاول اشوف انا هعمل ايه طبعا زي ما قلت كمان بالمناسبه البورد اللي إنتوا شايفينها دي برضو دي جديده كنت مش جديده انا كنت جايباها من اول رمضان كنت جايباها من اول رمضان بس يمكن اول مره اصور وهي موجوده يعني كنت جايباها من شي ان بس كده وحطيت بقى كده جبت شيلت الكحك اللي هو اكتر حاجه فاشله في الدنيا موضوع شيلت الكحك ده فحطيت بقى كده الكحك وبسكويت وكمان بيتي فور طبعا ما اكلتش كل الحاجات دي بس يعني اكلت كده منهم يعني شيلت الكحك بقى انا مش بحبها صراحه لان بصوا بت بترطب يعني هي ممكن حلوه قوي وانت عندك ضيوف بس غير وشكل طبعا لكن بتخلي الحاجات تبقى يعني مرطبه كده طريه مش بتبقى احسن حاجه فطبعا يعني بيفضل العلب احسن بس بقى وفطرت كده وكان عندي بقى ايه دوره غسيل كده كنت نشرها فقلت هلمها قولوا لي بقى اخبار العيد معاكم ايه واخبار التنظيفات اظن يعني بعد التنظيفات والله انا يعني عن نفسي انا اتهلكت في التنظيفات اشتغلت شويه شغل حلوين وللاسف ان انا زنقت نفسي برضو في ان انا افرش يوم الوقفه ده بس انا فعلا اللي اخرني الستاير الناس بقى اللي عارفاني انا ما كنتش من وقت ما جيت الشقه هنا ما كنتش ركبت اللي هي البراقع والحاجات دي اصلا انا شلتهم بقى في البيت عند في بيت بابا يعني ما استخدمتهمش اصلا اخدت بس القماش ووديته لحد عملهم لي آآ على مواسير قلت احسن واخف واشيك الصراحه وآ وفي الغسيل هيكونوا كمان مش مهلكين زي لما بيبقوا على البراقه البراقه اصلا دي كانت بتلم عنكبوت كده وتراب وكانت بتبقى عايز تعمل باستمرار فبصراحه كانت مضايقه خلقي ف... وهم شكلهم مش بعيد قوي يعني عن شكل البراقه يعني عادي يعني بس المهم يعني ده اللي كان مأخرني لأن الراجل يعني بتاع الستاير جالي بعت لي حد يوم الوقفة بس فهو ده اللي كان مأخرني في الفرش كنت عاملة كل حاجة وكنت مظبطة كل حاجة بس موضوع الستاير ده اللي أخرني قلت هو كده كده بيجي وبيعمل بالشنيور وكده فقلت هعوز بقى أمسح تاني مع إني يومها كنت ماسحة ومزبطة كل حاجة بس برضو الدنيا اتكركبت وكان المطبخ كان فيه لسه حاجات كنت بعملها فيه فعشان كده ما يعني ما فرشتش قبل كده بس بقى طبعا الملايه دي غيرتها برده بعد العيد آه فرق يعني شلت اللي انا كنت حاطاه في العيد وخليت دي آه حطيت بقى كمان الحاف ده عايزه اقول لكم الجو حلو وكل حاجه والجو كمان بدا يصيف بس الحاف ده خفيف يعني مش آه يعني اتقل من الكوفيرتا كده شويه هو فايبر اه بس انا الجو عندي بيبقى برد فانا بحب ان انا يعني لسه ما شلتش انا شلت الحاف القديم والله ولسه كمان ما اتغسلش يعني برضو اللي دي الوقت ان شاء الله نبقى نغسله كده في الفيديو الجاي مع بعض فقلت بقى ايه هفرش الخفيف ده ولما الجو يبدا كده ان هو خلاص يعني الدنيا تبقى حر قوي فخلاص بقى هشيل كمان ده بس كده جبت بقى الغسيل بعد ما كنت لميته دخلت قلت بقى ايه طبعا ده لو استنى عايزه اقول لكم بقى بروجرام فوق بروجرام فوق آه كده تبص لو بقى الغسيل راح قد كده فقلت انا هعمله الاول قبل بقى ما اكسل فدخلت كده ايه قعدت بقى طبقت هو كان شويه حاجات مش كتير يعني كانوا بيجامات الولاد وبيجامات ليا وشويه حاجات كده خفيفه يعني بس إيه طبقتهم وحشلهم ما عملناش ما عملتش حاجات معاكم كتير في الفيديو النهاردة روتين كان خفيف جدا لان زي ما قلت احنا طالعين من تنظيفات العيد عندنا كل حاجة معمولة تقريبا الشقة بتبقى كلها نظيفة ما فيش اي حاجة انت بس بتصحي من النوم يعني مثلا بتروقي سرير بتشغلي مكنسة لو عندك حتت كتير في الارض بتبقى ما فيهاش سجاد بتمشي عليها بالموب كده يعني بس ما كانش عندي بجد حاجة مش نظيفه الحمد لله واليومين دول كمان انا في حاله يعني استجمام كده مش بعمل حاجه مش عارفه حاسه ان انا فعلا طاقتي خلصت في في رمضان وفي العيد عارفين اكل رمضان اطلعي بقى منه على التنظيفات بتاعه العيد اطلعي منه بقى في العيد اصلا كنا مقضيينها كله اكل من بره انتخى انتخى بجد فالحمد لله يعني ادينا برضو كده كده الروتين مش هيسيبنا وكده كده الشقه مش هتسيبنا فقلت بقى ايه يعني بقى لي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات معاكم بجد وحشتوني جدا جدا اليوم اللي ببقى بصور فيه او بسجل لكم صوت بيبقى بجد من من احسن الاوقات بالنسبه لي لان انا فعلا فعلا بحب قوي القناه وبحبكم جدا فبتكون بقى موضوع الايدت او تسجيل الصوت ده يعني اعمل فويس كده بيبقى من من امتع الاوقات بالنسبه لي جدا وما بيكون باين في صوتي ولا لا ببقى فرحانه ان انا بجد بسجل لكم ومعاكم ان شاء الله كده اكون دايما معاكم إيه بس بقى ده كده كان فيديو النهارده فيديو خفيف كده وما كانش فيه اي حاجه وفيديو بسيط و بس كده خلصت بقى شلت الهدوم بتاعت الاولاد طبقتهم كده لوحدهم كمان الترنجات والحاجات البيجامات اللي هي بتاعتي انا إيه بطبق بقى زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده وبحط بقى على الدولاب على طول مش بسيب بقى الحاجات محطوطه كده علشان برده زي ما قلت قبل كده وزي ما يعني طول عمري بقولها ان المواعين والغسيل اكتر حاجات بتكركب الشقه فعلا وبحس ان الدنيا مش مرتبه ولا منظمه طول ما هما كده يعني طول ما عندي غسيل سواء مش نظيف او غسيل نظيف مش مش متطبق ومتشال بس شلت بقى كل حاجه في مكانها حاجاتي حطيتها في الدولاب بتاعي واخدت بقى كمان بعد ما كنت بقى رصيت حاجاتي دي اخدت حاجات الولاد ورحت بقى شلتهم كده في الدولاب عندهم وبس ده كده بقى كان فيديو النهارده اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم وكمان القناه تكون عجبتك ويا ريت بقى زي ما قلت لك لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي لايك على الفيديو وتعملي سبسكرايب او اشتراك من كلمه اشتراك اللي تحت باللون الاحمر واستنوني بقى في فيديو جديد ان شاء الله بقى يكون روتين من اللي احنا اصلا متعودين عليه واللي هو كده كده مش بيسيبنا فما تقلقوش الروتينات ورانا ورانا اشوفكم على خير وباي باي حلوين